السلام عليكم، معكم أحمد علي من IT. بهذا الفيديو إن شاء الله راح أشرح لكم موضوع الراندوم. شو هو الراندوم؟ الراندوم يعني إشي عشوائي. متى بستخدم الراندوم؟ إذا مثلا بدي يرجع لي رقم عشوائي، أو بدي أستخدم مثلا في عندي حالات بدي يطلع لي بوليان ترو أو فولز بشكل عشوائي. كيف بستخدم هذا الراندوم؟ في إله طريقتين. في إنك تستخدم الماث.random اللي هو جوا كلاس الماث اللي حكينا عنه قبل، اللي هو مثلا هون انا اعمل int x يساوي، او لا هو مش integer، هو double x يساوي math.random ال r small. طبعا تمام، إذا عملت هلا system.out.print للإكس، شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي أنا مسمي الانتجر سي مش إكس، بيطلع عندي رقم بين صفر واحد، رقم دبل بين الصفر والواحد بشكل عشوائي. يعني هاي أول مرة عملنا طلع هيك، تاني مرة طلع هيك، ثالث مرة طلع هيك. كيف ممكن أستفيد من هاي الشغلة؟ أنا مثلا بدي إياه يطلع لي أرقام بين واحد واثنين، فشو بسوي؟ هو بيطلع بالأصل بين صفر وواحد، بزيد واحد، واحد زائد math.random. هلا هي كل الأرقام اللي راح تطلع عندي أكبر من واحد وأقل من اثنين. تمام، مثلا هلا بقدر أضربه باثنين وأعمل رن، صارت الأرقام اللي تطلع عندي زي ما أنتم شايفين بين واحد اللي هو دائما بنبدأ من عنده، وخليت هاي تطلع لي أرقام بين صفر واثنين، فصارت الأرقام اللي تطلع عندي بين صفر بين واحد وثلاث. يعني هلا إذا شلت هاي الواحد، الأرقام اللي راح تطلع عندي بين صفر واثنين مش بين صفر وواحد. بدنا نعمل رن أكثر من مرة عشان يطلع لنا إشي أكبر من واحد زي ما أنتم شايفين، لأني ضربته باثنين. يعني الرقم اللي بجمعه للراندوم بيأثر لي على الشيفت تبع الأرقام، يعني بدل ما يبدأ من صفر بصير يبدأ من عند هذا الرقم، والرقم اللي بضربه بالراندوم شو بيسوي لي؟ بيطلع لي الرينج تبع الراندوم، بدل ما يكون مثلا بين صفر وواحد بصير بين صفر والرقم اللي بضربه فيه. النوع الثاني من الراندوم بالجافا اللي هو كلاس الراندوم. كلاس الراندوم موجود جوا، لازم نعمل له امبورت الجافا يوتيل. طبعا الميثودز اللي جوا كلاس الراندوم نون ستاتيك، يعني لازم اعمل اول اشي اوبجكت من نوع راندوم. راندوم خلني اسميه ار ويساوي نيو راندوم. تمام، هلا هذا الاوبجكت كيف بقدر استخدمه؟ في عندي مجموعه فانكشنز. يعني مثلا انا بدي اعمل، خلني اعمل سيستم، او بالاول اعمل فور لوب تطلع لي خمس ارقام راندوم. بعمل R، أنا عندي هذا الأوبجكت اسمه R، عشان أستخدم الميثودز اللي جوا الراندوم بجيب الأوبجكت لأنه هذا نون ستاتيك فلازم أستخدمه باسم الأوبجكت. في عندي ثلاث ميثودز اللي هم next integer، وهون بحط الرينج اللي بدي إياه يمشي فيه، وفي عندي next double و next boolean، وكلهم نفس الإشي بس حسب يعني الداتا تايب بتختلف. هون هلا انا بس اعمل رن، خلني احط print ln عشان يطلع لي هاي.
طلع لي أرقام بين 0 و5. يعني أنا هون كل مرة بعمل run بطلع لي أرقام بين 0 و5. تمام، كيف بدي أعدل عليه؟ إحنا كنا قبل حكيت بجمع عشان أعمل shift، يعني هون بجمع زائد 1 فصار يطلع لي أرقام بين 1 و6 زي ما أنتم شايفين، كل الأرقام طلعت بين 1 و6. وبضرب عشان أعمل أغير بالرينج، يعني هاي هون خليني أضرب 3 فكانت الأرقام تطلع بين 1 و5، جمعنا 1 صارت تطلع بين لا كانت أول إشي تطلع بين 1 بين 0 و5، ضربناها ب3 صارت تطلع بين 0 و15، جمعنا 1 صارت تطلع بين الواحد وال16. هلا بس أعمل رن صار يطلع لي أرقام بين الواحد وال16، كل مرة بعمل رن بيطلع لي رقم بين الواحد وال16. طبعا إذا ملاحظين كلهم مزيودين 1 على مضاعفات 3، عشان هيك أنا إذا مثلا بدي أغير الرينج أحسن بدل ما أعمل بين الواحد وال16 أعمل زي هيك، بعمل زي هيك بحط 1 بحط هون 15 فصارت تطلع لي كل الأرقام بين 1 و16، مش ضروري يكون أكبر بواحد من مضاعفات 3 زي هيك. وهيك بنكون خلصنا موضوع الراندوم بالجافا، وطبعا هو موضوع سهل بيجي عليه أسئلة، يا بجيب لك كود جاهز زي هيك وانت طلع output بتكون دوائر، أو بيكون مع مورجيك output وانت اكتب الكود. يعطيكم العافية.